أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. صحيفة البصائر: ميليشيا إيران تنفذ اعتداءاتها في العراق بمسميات مموهة. المدى: العراق يلتف على العقوبات الأمريكية ويفتتح منفذا تجاريا مع إيران. الهيانت: الوقف السني الموصل تتعرض لتغيير ديموغرافي. الزمان: البرلمان يقرر تضييف الوقفين الشيعي والسني بشأن خلاف نينوى. العربي الجديد: الجزائر بن صالح يستعد لإطلاق مبادرة سياسية بشأن الرئاسيات. الشرق الأوسط: الوساطة الأفريقية تعلن عن اتفاق وشيك في السودان. وفي صحيفة الحياة: ترامب حذرها من اللعب بالنار، إيران تبث تسجيلا مصورا عن انتهاك العقوبات. لا يمكن بحال لعراقي أن يفوت استذكار ثورة أجداده ضد الاحتلال البريطاني في عشرينيات القرن الماضي، التي تعد واحدة من أبرز نقاط التحول في التاريخ العراقي المعاصر، لا سيما وأنها مثلت توجها متميزا على الصعد السياسية والفكرية والاجتماعية، عبر عن نضج حقيقي ومشروع تحرري في بيئة توهم الاحتلال آنذاك بأنها ليست مؤهلة لذلك. جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر أن ثورة العشرين جديرة بأن تحظى بعمق دراسة وتفصيل شرح، فهي شهادة على عصر ووثيقة لمرحلة مهمة من تاريخ العراق. لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية مطلع القرن الحادي والعشرين بأحسن حال من شركتها بريطانيا في الربع الأول من القرن الذي سبقه، فقد توهمت واشنطن أن العراقيين سيستقبلون قواتها المحتلة محتفين ومرحبين، فإذا بها تصطدم بحركة تحرر عسكرية وسياسية تجاوزت نظيراتها في بقاع العالم الأخرى سرعة وتنظيماً. ولعل موروث ثورة العشرين كان ذا حضور قوي وتأثير ملحوظ فيها، تجسد في شخصيات ومشاهد ومواقف موثقة لدى فصائل المقاومة العراقية. وفي الوقت الذي يطيب لأحفاد ثوار العشرين أن يوثقوا جهاد أسلافهم ويصقلوا صورة ثورتهم بتخليصها من خدش المغالطات وتحريرها من المعلومات التي أقحمت في تاريخها بقصد التشويه أو التدليس، يكون من دواعي السخرية أن تنظم ميليشيا الحشد الشعبي ما تسميها احتفالية بالذكرى السنوية للثورة في ادعاء مخزن وإجراء مفضوح المقاصد، وكأن مشروع إيران الذي تنفذه ميليشيا الحشد في العراق لا يناقض مبادئ الثورة ولا يصطدم بثوابتها التي انطلقت منها لتحرر البلاد وتنزهها من درن الاحتلال، لا لتضعها في مستنقع العبودية وهي تستبدل احتلالا مفردا بآخر مزدوج. الكاتب يقول إنه أمام مدوني التاريخ وموثقي الحقائق في العراق عام كامل من المسؤولية في التأسيس لوعي جمعي وثقافة رصينة قبل أن تبلغ ثورة العشرين قرنا من عمرها، وذلك يستلزم تصحيح اتجاه البوصلة بوضع الأمور في نصابها وحفظ الحقوق لأصحابها وربط ماضي حركة التحرر العراقية بحاضرها. كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها عن وجود ضغوط أمريكية دفعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى القرار بإعادة هيكلة الحشد الشعبي، وذلك بعد الهجمات التي شنها مسلحون ضد مواقع ومصالح أمريكية في العراق وأخرى استهدفت مصالح خليجية خارج البلاد. وتساءلت الصحيفة عن مدى قدرة رئيس الحكومة التي تواجه الكثير من الأزمات على تطبيق الأمر والآليات التي ستتبعها في حال تم ذلك.
الصحيفة قالت إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعرض لضغوط من الولايات المتحدة وبعض الدول العربية للتحرك ضد الميليشيات، مذكرة بخطوات سابقة اتخذها رئيس الحكومة الماضية حيدر العبادي لدمج الحشد الشعبي بالقوات الأمنية العراقية، لكنها فشلت وظلت القوة مستقلة إلى حد كبير. وتبين الصحيفة الأمريكية أن مرسوم عبد المهدي أعاد تأكيد أمر العبادي وذهب أبعد من ذلك بإصدار أوامر للميليشيات بمغادرة مقراتها العسكرية المحلية وإغلاق مكاتبها الاقتصادية المزعومة، لكنها قالت أيضا إنه غير المؤكد كيف يخطط عبد المهدي لفرض النظام أو حتى إذا كان يستطيع ذلك، على الرغم من تحديده مهلة زمنية صارمة. وتضيف الصحيفة أن عبد المهدي يحاول خلف اللغة الرسمية معالجة مشكلة متعددة الجوانب ابتلي بها العراق منذ صعود تنظيم داعش 2014، والذي دفع إلى تشكيل مجموعات مسلحة غير رسمية للمساعدة في محاربة المتطرفين. تم في البداية رعاية بعض هذه المجموعات وتمويلها ودعمها من قبل إيران، لكنها سرعان ما تضاعفت حيث توجد حوالي 30 مجموعة مسلحة، الكثير منها على صلة بطهران التي تضم ما بين 130 ألفا إلى 150 ألف عنصر. وتختم الصحيفة بالإشارة إلى المكاتب الاقتصادية لفصائل الحشد التي باتت مشتركة في الأعمال أو مشتركة في الأعمال التجارية القائمة في نينوى. فعلى سبيل المثال استحوذت مجموعتان أو ثلاث من ميليشيا الحشد على تجارة الخردة المعدنية وربحت ملايين الدولارات حتى أغلقتها الحكومة، موضحة أن هذا النوع من النشاط أثار استياء كبيرا من قبل رجال الأعمال المحليين الذين يرون أن بعض المجموعات تتصرف كالمافيا المحلية. قالت صحيفة العرب اللندنية أن الأمر الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن تنظيم عمل الحشد الشعبي يأتي في سياق مناورة لتجنيب هذه الميليشيات أي مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، وإظهار رئيس الوزراء كشخصية قوية لديها القدرة على المجاميع العسكرية الموالية لإيران. وترى الصحيفة أن هذه المناورة تثير تخوفات في الشارع العراقي من أن تفضي إلى تحويل الميليشيات إلى حشد سري داخل مؤسسات الدولة يحتفظ خلالها بكل كياناته وولاءاته. الصحيفة أشارت إلى أن مراقبين عراقيين أجمعوا على أن التوجيهات الحكومية الجديدة لم تتضمن تعديلا جوهريا على أصل القانون الذي شرعه البرلمان قبل 3 أعوام لتنظيم عمل الحشد الشعبي، لكنها سلطت الضوء على الإشكالية التي تمثلها هذه القوة بالنسبة للحكومة العراقية. وبالنسبة للكثيرين فإن العديد من فصائل الحشد الشعبي تعمل خارج سلطات الحكومة ولا تملك الأخيرة حق محاسبتها أو حتى تحريكها، ما يسبب حرجا بالغا لبغداد في إطار علاقاتها مع دول جارة في المنطقة فضلا عن الولايات المتحدة. ويحذر مراقبون من الإفراط في التفاؤل بشأن أثر التوجه الحكومي على المشهد العام للبلاد في ظل الارتباط الوثيق بين فصائل الحشد وإيران، ما يمنحها زخما سياسيا ربما تعجز المؤسسة الرسمية في بغداد عن مجاراته. وفي حال عقدت الحكومة نيتها في فرض سلطتها على هذه القوة المؤثرة، فإن ذلك يستلزم وضع المواجهة المسلحة معها في الحسبان، وهو خيار تشجع الولايات المتحدة القادة العراقيين بشدة على تبنيه. لكن مواجهة من هذا النوع يجب أن تأخذ رد الفعل الإيراني بالحسبان، فطهران لن تسمح لبغداد بتصفية حليف من هذا النوع في وقت يشهد تصعيدا كبيرا بين الولايات المتحدة وإيران. وتشير الصحيفة في ختام تقريرها إلى أن المراقبين يقللون من مخاطر الصدام بين الحشد وعبد المهدي، معتقدين أن رئيس الوزراء يناور لإظهار قوته أمام واشنطن، لكنه يعرف أن أي مواجهة مع طهران وحلفائها لن تكون لفائدته، ولذلك فإن ما يجري أقرب إلى المناورة المشتركة بينه
وبين طهران لامتصاص الغضب الأمريكي على الميليشيات وإبعاد فرضية الحرب. كثيرا ما اعتبر الزعماء العراقيون في كواليسهم أن التجربة الإيرانية في الحكم وإدارة الأزمات هي التجربة المثالية التي يمكن استنساخها في العراق، حتى أنه تم الحديث مرارا عن الحشد الشعبي كنسخة قابلة للتطبيق من نموذج الحرس الثوري الإيراني. مشرق عباس سيرى في صحيفة الحياة أن التركيب الإيراني المعقد غير موجود في العراق، وهو غير قابل للوجود أيضا، فلا النظام السياسي الذي تأسس بعد 2003 يسمح بذلك، ولا التركيبة الاجتماعية تسمح به. لا يمكن الحديث بجدية عن إمكان سيطرة رئيس الوزراء على الحشد الشعبي حتى بعد بيانه الأخير الذي أكد فيه ضرورة إقضاء فصائل الحشد لسلطاته، وأيضا الكشف ضمنا عن أن قانون الحشد الشعبي الذي أقر في 2015 لم يطبق أيضا كما ينبغي. المشكلة في العراق ليست في عدم وجود مرشد أعلى يضمن التوازن بين الدولة والدولة الموازية فقط، بل لكون المرشد الأعلى لبعض الفصائل العراقية هو علي خامنئي ذاته، وأن هذه المنظومات لا يمكنها العمل من دون مرشد. وكلما جرى الحديث عن ضرورة إيجاد آليات لتنظيم الحشد الشعبي ترتفع الأصوات بحدة وانفعال، وأحيانا بتهديد حول وجود مؤامرة كونية تستهدفه وتريد إزاحته، وهي المؤامرة تعظم الأخطاء الفردية التي ترتكب هنا وهناك، على الرغم من أن بعضها لم يكن أخطاء، إنما تجاوزات كبيرة يعترف بها قادة الحشد ذاتهم ويعزونها إلى ما بات يطلق عليه فصائل غير منضبطة، وهو الأمر الذي استدعى من عبد المهدي إصدار بيانه الأخير الذي جاء بعد توارد معلومات وأنباء أمريكية عن تورط إحدى تلك الفصائل في مهاجمة السعودية وتورط أخرى بمهاجمة شركات نفط أمريكية وقصف قواعد عسكرية عراقية شمالية بغداد. الكاتب يقول إن التشنج هو السائد في توضيح حدود تنظيم وجود الحشد الشعبي وآلياته وأدوار فصائله المختلفة، ولذلك يتجنب السياسيون في الغالب الحديث عن الموضوع ويرتفع شعار التضحيات التي قدمت، وهي تضحيات محترمة إلا إذا كان استخدامها ليس له علاقة بتكريم المضحين بل بفرض أمر واقع خطر على مصير الدولة. كانت الورشة التي عقدت بالعاصمة البحرينية المنامة لطرح الجانب الاقتصادي من خطة السلام كانت ذريعة في شن هجوم غوغائي بكيد سياسي طائفي على سفارة البحرين في بغداد. رشيد الخيون يقول في صحيفة الاتحاد الإماراتية إن ما حصل لا يفعله الغوغاء إلا بتوجيه وقيادة من قوى تحسب نفسها ملكت أمر العراق مجندة لجماعات حسب المهمات المطلوبة وفرقا للاغتيال وأخرى للشغب، وإلا هل عرف أحد من المهاجمين ما معنى السلام مقابل الازدهار أو معنى صفقة القرن؟ كم عقدت مؤتمرات لا عد لها تحت عنوان السلام وفي مختلف العواصم، وليس هناك من تعرض لسفارة من سفارات تلك الدول، فلماذا البحرين دون غيرها إذا لم يكن وراء الأكمة ما وراءها؟ ولم يكن الهجوم على سفارة البحرين هو الأول ضد دولة البحرين بعد عام 2003، فقبلها في عام 2011 جهز المؤتمر الوطني برئاسة أحمد الشلبي سفينة تحت غطاء الإغاثة، لكن عنوانها كان فاضحا: قافلة المختار. حينها منعت الحكومة العراقية إبحارها، وفي الوقت نفسه أصدر حزب الدعوة بيانا في شأن البحرين مطالبا بتعليق جلسة البرلمان للتظاهر من أجل البحرين. ليس للعراق أو فلسطين مصلحة فيما يجري، إنما لمصلحة الدولة التي ترى البحرين محافظة من محافظاتها وترى بغداد عاصمة امبراطوريتها، واعترف رئيس جمهوريتها بالنفوذ الكبير داخل العراق. يعلم الجميع ماذا حصل للفلسطينيين ببغداد بعد سقوط النظام السابق، عندما صب جم الغضب عليهم وأخرجوا من منازلهم
مع أنهم يقيمون ببغداد لأكثر من 50 عاما، فأين الغيرة على فلسطين والفلسطينيين التي ظهرت في استباحة وحرق سفارة البحرين؟ إنه تحشيد أدوات الولي الفقيه الذي من مصلحته أن يبقى الوضع العراقي غير مستقر. الكاتب يرى أنه إذا حصلت تظاهرات وتجاوزات على سفارة أو قنصلية لدولة أخرى فالدافع كان داخليا يتعلق بحياة العراقيين أنفسهم، فتلك الدولة وراء وجود الجماعات المسلحة وإشاعة السلاح وعدم الاستقرار ولها النفوذ في الحياة السياسية العراقية، دولة لا توصف إلا بالمحتلة، احتلال غير تقليدي بجماعات مسلحة عراقية بالاسم، دولة سفيرها يعلي ويوضع من يريد وكتائبها تصوب صواريخها حسب بوصلة وليها الأعلى. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا تقول فيه أن تحقيقا لها ولعدد آخر من الوسائل الإعلامية الغربية كشف عن أن شرطة الحدود الصينية قامت بزرع تطبيقات سرية في هواتف السياح الذين يزورون المناطق ذات الأغلبية المسلمة. وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الصينية حملت من تلك الهواتف معلومات شخصية كجزء من الحملة الحكومية التي تقوم بها لمراقبة منطقة تشانج يانغ في شمال غرب الصين. يكشف التقرير عن قيام الحكومة الصينية بالحد من حرية المسلمين في المنطقة، مشيرا إلى أنها قامت بتركيب كاميرات تقوم بالتعرف على الوجه في الشوارع والمساجد، وأجبرت السكان على تحميل سوفتوير يقوم بالبحث في هواتفهم. وتقول الصحيفة إنها أجرت تحقيقا مع عدد من الوسائل الإعلامية الشريكة، وجد أن المسافرين الذين يحاولون دخول المنطقة ذات الغالبية المسلمة من دولة قرغيزستان كانوا يتعرضون للمراقبة، وقام حرس الحدود بأخذ هواتفهم ثم تحميل تطبيقات تقوم بأخذ المعلومات ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية والأرقام ومعلومات حول الجهاز ذاته. وتذكر الصحيفة أن التحقيق وجد أن الزوار الذين يعبرون المنطقة من نقطة حدود أركشتام إلى البلاد يتعرضون وبشكل روتيني إلى فحص لهواتفهم على يد حرس الحدود. وتفيد الصحيفة بأن المحللين وخبراء الأمن الإلكتروني يشيرون إلى أن التطبيق الذي قامت بتصميمه شركة يبحث في قائمة من المحتويات التي ترى السلطات أنها مثيرة للشك. ويشير التقرير إلى أن قائمة المحتويات تضم عدداً من المصطلحات التي ترتبط بالتطرف الإسلامي. وتلفت الصحيفة إلى أن التطبيق الرقابي يقوم بالبحث عن معلومات أخرى مثل صوم رمضان وأي أدبيات حوله. وتنقل الصحيفة عن الباحثة في ملف الصين في منظمة هيومن رايتس ووتش مايا يانغ قولها بأن سكان تشينغ يانغ خاصة المسلمين من الإثنية التركية هم عرضة للمراقبة على مدار الساعة ومن خلال نظام متعدد وما اكتشفوه يتجاوز ذلك، فهو يشير إلى أن الأجانب أيضا هم عرضة للمراقبة غير القانونية. طور الباحثون في الجامعات وكبريات شركات التكنولوجيا في العالم تقنية ملاحية متقدمة مصممة لسد الفجوات عند فشل أنظمة الملاحة المعروفة GPS. وقال موقع الخليج أونلاين إن العلماء اتجهوا إلى الطبيعة باعتبارها مصدرا لا ينضب من الأفكار، وركزوا بحثهم تحديدا على النمل الصحراوي الذي يمتلك طاقات ملاحية فريدة. وقال جوليان دوبروكس مهندس في جامعة إكس مرسيليا إن النمل الصحراوي يستطيع المشي لمسافة تصل إلى كيلومتر واحد في غضون 30 دقيقة، ويمكنه العودة إلى مدخل عشه دون التعرض لخطر الضياع. وتستطيع التقنية الجديدة بحساب الخطوات لتحديد معدل الحركة بالنسبة إلى الشمس، حيث تساعد هذه الجوانب المدمجة في تحديد الموقع بدقة تصل إلى 1 سم لكل 14 مترا، مقارنة بدقة نحو 5 أمتار لنظام GPS.
والآن إلى الكاريكاتور. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.